تقام احتفالات متتالية طوال الشهر الجاري لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث احتفلت دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باليوم العربي للمعاقين لتحقيق الدمج المجتمعي لهم. نعم، هذه الاحتفالات تأتي أيمانا بأن الإعاقة بمختلف صورها لم تكن مانعا من تحقيق إبداعاتهم في شتى المجالات. فعاليات كثيرة يشهدها شهر ديسمبر لفئة ذوي الإعاقة، مرورا باليوم العالمي للمعاقين إلى اليوم العربي لهم، احتفالات تبرز اهتمام الكويت لهذه الفئة لتوصيل رسالة مهمة للمجتمع جميعا بأهمية هذه الفئة العزيزة على قلوبنا، والتأكيد على أن دور فعال لا يمكن إخفاله في أي حال من أحوال. دولة الكويت رائدة في مجال الخدمات المقدمة لفئة ذوي الإعاقة كخدمات طبية وتأهيل مهنيا وغيرها من الخدمات المميزة. نحن نقوم بتقديم أوجه الرعاية المختلفة، سواء كانت تعليمية، سواء كانت تتعلق بالبرامج والأنشطة مثل ما أنتم شايفين اليوم في هذه البرامج، وكذلك عملية تنسيق مع الجهات المختصة، ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة وبرنامج الهيكلة في شأن توظيفهم بالقطاع الخاص. الهيئة تقدم الأجهزة التعويضية. في الوقت الحالي الأجهزة التعويضية التي تقدم للمعاق هي محصورة بين الكراسي المتحركة وإعطاء الأجهزة السمعية المساعدة. الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أحاطت أبنائها بمختلف أوجه الرعاية، وتسعى جاهدة للوصول بهم إلى درجة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم لتحقيق الدمج المجتمعي والأمن والأمان لهم. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.